بقرة. أنا ولا؟ لك لا حزيرة حزيرة ما قلت ما قلت. بقرة كل يوم بتحلب 20 كيلو. أنا فجأة وقف حليبة هيك، ليش؟ أكلة رعبة وقفت لحليبة. لا. أكلة عشبة بتقطع الحليب. ولا. ولك أكلة قربت. ولك خلصني عليته لقلبي ليش؟ عم أغشمك، لأنه ذبحوها مشان هيك وقف حليبة شباب. شباب قول له عم لطف جاو. طب أنا هلا بدي حذرك حذورة. حذر فزع، بس صعبة شوي ها. ماشي، اللي نشوف. مشان شو يا حذرك عاملين له هالاجتماع؟ أصعبتك كثير يا طال عمرك صح، شو بعرفني؟ أنا بقول أكيد عاملين لهم شي قرار مشان يرجعونا لتمسيح الجوخ. إن شاء الله من تمك ربو بسمة، لأنه ما فاحنا من تمسيح الجوخ نعمة، حدا بيرفض النعمة. إي والله معك حق. العمى منين طلعوا لنا بهالقرار؟ خضونا خضونا. بهدلتوني قدام القيادة وشرشحتوني. لك وأنا طوال عمري واقف بصفكن ومتسامح معكن ومعتبركن مثل أهلي وعز. لك العمى بعيونكن يا ضيعان يا ضيعان هذا التعامل. لك ولا انتو بدكن واح مثل حسان يقيمكن فلقة عند الغداء وفلقة عند العشاء. ما بدكن واح مثلي آدمي حباب يلكن يا حبيبي ويعيوني. ديمون لا تخيس ها؟ نحن ما خيسنا، نحن كمان منحبوك. من يوم اللي حطيت اشرك بهالمخفر كل اهل الضيعة بيعتبروك واحد مننا وفينا. بعدين لو ابوي نحن بشغل طمعك ما غلطنا. اللي لشوف اي واحد بيضيع بشو صرنا معه. بخصوص القرار تبع التملك شو نسيتوا يعني؟ ايه شوفوا لهالسمعة. نحن من يوم ما صدر القرار ولا واحد فينا تملك. ما هيك ولا حدا موصل لك شي تاني؟ بس كمان ولا صر ماي منكن عبر عن رأيه. تكرم ولا يهمك أبو دهيم وحياة هالشوارع بلا تقول رخصت. لخلي الصغير بهالضيعة باليوم القصير يعبر عن رأيه 10 مرات. شباب انتو معي ولا ما معي؟ معك محتار شو هالحكي. استنقبني لك يا مختار جوزن وريح بالك بقى. غافلني وما جرى ابن الصرامي. ابو نادر المسا مش بعبر لك عن رايي معلش.